تستعد مملكة البحرين لاستضافة افتتاح موسم سباقات الفورمولا 1 من الثالث إلى الخامس من مارس المقبل. وتعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها المملكة السباق الافتتاحي منذ بدء إقامة سباقات الفورمولا 1 في حلبة البحرين الدولية منذ العام 2004. وفي هذا الإطار أكدت شركة مطار البحرين استكمال استعداداتها لاستقبال زوار سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذين سيتوافدون من جميع أنحاء العالم لحضور أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه المملكة. وتشتمل الاستعدادات استقبال الفرق المشاركة في السباق ونقل مئات الأطنان من المعدات المخصصة لهذا الحدث بالتنسيق بين شركة مطار البحرين وجميع الشركاء بهذا الحدث الرياضي العالمي.